فضيلة الشيخ، إنسان مسافر صلى مع مقيم ولكنه قصر، لأن الإمام بقي له ركعتين فقصر وسلم مع الإمام، نعم. فما حكم صلاته وهل يقضيها إذا كانت باطلة؟ نعم، صلاته غير صحيحة وعليه أن يعيدها قصرا أو يعيدها إتماما، لأنها وجبت في المهدي تامة. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا عام للسفر وغير السفر. وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام أربعة؟ قال: تلك هي السنة. فبلغ، جزاك الله خيرا، بلغ من فعل هذا أن يعيدها أربعا حتى تبرأ ذمته. فعله نعم. بسلامه بطلت. نعم. فكان يريد يقضي الآن جديد لا، هو سيقضي صلاة وجبت عليه أربعا، فيجب أن يصلي أربعا. نعم.